السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد، ودائما رانا مع يوميات فلاح. اليوم سوف أقوم بجمع بذور البصل. كيف راكم تشاهدوا هنا، هادو الأزهار نتاع البصل راهي نضجت ودارت البذور. وللحصول على بصل جيد ما يطلعش الأزهار، لازم نغرسوا البصل نتاع العام الماضي، أو اللي يسموه هنا البصل المفتول. نقوموا بغرسوا بداية موسم الزراعة، وعندما يخرج الأزهار هذا هو اللي نربوا منه البذور ونتحصلوا على بذور جيدة. وهنا هذا البصل جبته من ولاية أضرار، هو بصل البلاد، جبته حتى أربي منه البذور. وهنا كاين نوعيتين من البصل، البصل الأبيض والبصل الأحمر. كيف راكم تشاهدوا هنا، نحيت كمية أو نزعت كمية نتاع بصل. هذا هنا البصل الأحمر، كل نوعية من البذور راح نقوم بجمعها وحدها. راح مباشرة نروح نجمع البذور. هنا هذه نوعية البصل الأحمر، وهذه البذور نتاعو. هذه البذور الناضجة كلها نتاع البصل الأحمر، وبقات عندي هنا تقريبا ثلاث بصلات من البصل الأبيض راهم مازال ما نضجوش. راح نقوم بتكسيرهم ونديرهم في الكيس، وعندما أصل البيت لازم نحطهم في مكان
يتعرضوا للشمس حتى يجفوا وما يتعفنوش. هذه هي كمية البذور، وهذا البصل كما قلت لكم يعتبر من النوعيات الجيدة اللي تحمل حرارة الصحراء. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو تستفيدوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.